وكمان خلال زيارتنا قابلنا صاحب محطة فودلينك بمدينة السادات لتصدير الحاصلات الزراعية، وشفنا ازاي بيتم التعامل مع المزارعين في استلام المحصول، وشفنا خلال جولتنا مراحل تصدير البرتقال من بداية استلام الخام وسحب العينات وحتى الإعداد والتشميع. بصراحة حاجة محترمة لزيادة صادرات مصر الزراعية. وكلما كان هناك فحص دقيق وإحكام رقابة وتطبيق حرفي لاشتراطات الدول لا يوجد لها رفض، ويعطي سمعة عالية لصادرات مصر الزراعية في الخارج. الأستاذ محمود عبد العزيز صاحب محطة فلودلينك لفرز وتعبئة الفاكهة والخضر، أهلا بيك. أهلا بحضرتك فندم، نورتونا. بصراحة أنت عامل شغل حلو والله. إحنا خلال جولتنا لفريق برنامج السمرة أنا شايف خطوط إنتاج، معدات حديثة، عندك العمالة هنا مدربة على أكمل وجه. طبعا قول لي بقى، إحنا بدأنا إزاي هنا في إنشاء المحطة؟ والله إحنا بدأنا سنة 2018، خصصت لنا الأرض من هيئة التنمية الصناعية وبدأنا نبني، والحمد لله بدأنا تشغيل فعلي في شهر فبراير 2019. بدأنا بخط الموالح زي ما حضرتك شايف، وبعدها بعد كده زودنا، عملنا اكستنشن، زودنا صالة لتعبئة العنب، صالة لتعبئة الفراولة، والحمد لله وصلنا للوضع ده في آخر 4 سنين الحمد لله. تمام، احنا عندنا كم خط هنا انتاج؟ انا عندي الصالة اللي احنا فيها دي صالة الموالح، دي شغالة كل انواع الموالح، برتقان وليمون وسفندي وموركت، كل انواع الموالح. وعندي تحت صالتين شغالين في العنب وفي الفراولة. الطاقة الإنتاجية النهاردة للمحطة؟ الطاقة الإنتاجية لخط الموالح 250 طن في اليوم. تمام. لطاقة لخط الفواكه الخضروات والفواكه حوالي 150 طن يوم. تمام. الدولة النهاردة كلها بتدعم الصادرات الزراعية، محتاجين العملة الصعبة دولار. أكيد أكيد. إحنا بقى يعني خطتنا الفترة اللي جاية إيه؟ هنزود بقى في خطوط الإنتاج، هنطلع منتجات زيادة. والله احنا شغالين في كل الاتجاهات، احنا شغالين بنتوسع في الزراعة زي ما كل مصر بتوسع في الزراعة، لان الموضوع لازم يبدأ. الموضوع مش فرز بتعبئة، انا لازم المنتج الخام سواء كان موالح او كان عنب او الكلام ده لازم اكون بنتجه عشان اقدر اصدره، وهو ده اللي هيعمل القيمة المضافة للاقتصاد المصري، ان انا انتج من الارض بتاعتي واستغل النيل بتاعي واستغل ارضي وانتج منتج اقدر اصدره واحصل منه على عملة صعبة. فالحمد لله في توسع في الزراعة في كل الاتجاهات، بندخل في العنب اصناف جديدة، في الموالح اصناف جديدة، وطبعا بنحدث وبنعمل تكنولوجيا جديدة في الفرز والتعبئة والتبريد وكل حاجة. تمام. وطبعا ده واضح، احنا تقريبا مصر بقى لها اكتر من 3 سنين رقم واحد في تصدير الموالح على مستوى العالم. تمام. وصلنا ل 2 مليون طن موالح تقريبا بيتصدروا سنويا من مصر لكل انحاء العالم. احنا بنصدر لمين بقى بالنسبة للدول الاوروبية؟ احنا في الموالح بنصدر لكل الدول الاوروبية وكل دول افريقيا واسيا والدول العربية طبعا، بس بيجي على رأس الدول اللي بتصدر لها مصر دلوقتي الصين، والصين والسعودية وروسيا تقريبا بيستحوذوا على نص صادرات مصر من الموالح. تمام. بيجي بعدهم كل دول أوروبا، وبيجي بعدهم بقى دول إفريقية كتير وأسيا كتير ودول الخليج. تمام. النهاردة اليابان دخلت، الصين دخلت، أمريكا دخلت، فتحنا أسواق جديدة، كل دولة لها اشتراطات معينة. تمام. إحنا بنتعامل إزاي مع اشتراطات الدول دي؟ والله إحنا المحطة بتتكون من وزارة الزراعة، بتيجي لجان بتعتمدها، بتطبق البروتوكول، في بروتوكول خاص بالصين بنطبق بروتوكول الصين تحت اشراف لجان الحجر الزراعي، مفيش شحنه بتطلع غير لما تكون مفحوصه ومتاكدين ان هي متطبقه، ومعالجات التبريد والمواصفه المطلوبه للدوله اللي احنا بنصدر ليها على حسب المواصفه، وبناء عليه بتطلع شهاده زراعيه وبتاخد الشحنه، بتاخد موافقه من الحجر الزراعي ومن سلامه الغذاء اذا كانت تسافر ولا لا. في دول بتطلب مني تحليل لكل شحنه، شهاده تحليل متبقيات مبيدات مع كل شحنه، بتتاخد العينة من حجر الزراعة ومن سلامة الغذاء وبتروح المعامل المركزية لوزارة الزراعة تتحلل، اتقبلت بتطلع، ما اتقبلتش ما بتطلعش الشحنة او بنتصرف فيها بشكل تاني يعني، فما فيش حاجة بتطلع من عندنا غير مطابقة للبروتوكول بتاع الدولة. انا ما اقدرش اطلع حاجة من عندي، انا ما اقدرش اساسا ادور المحطة ولا استلم خام غير تحت اشراف حجر الزراعة. تمام. وتطبيقا لكل بروتوكول بقى، الصين لها بروتوكول، استراليا لها بروتوكول، اليابان، دول اوروبا، كل حاجه بتتم على حسب البروتوكول والدوله اللي احنا بنستهدف نطلع ليها. احنا عندنا كام علامه هنا في المحطه؟ احنا بتوعنا المحطه حوالي 4 براندات، ولكن المحطه بتقوم بالتشغيل للغير لاكثر من 7-8 براندات تانيين. تمام. بنتعامل ازاي النهارده مع المزارع اللي بناخد منه المنتج؟ احنا بنتعامل مع المزارع دلوقتي، احنا بنشتري منه الزرع بتاعه، بنتعاقد عليه من بدايه الموسم، بنبقى بنديله
لستة المبيدات المسموحة بيها اللي احنا محتاجينها اللي مسموح بيها في التصدير بتاعنا، وبنتابع معاه وبنرجع ناخد عينة من المبيدات من الأرض ونحللها قبل ما نبدأ نجمع. ده طبعا استكمالا لدور الحجر الزراعي اللي هو بيروح يكود المزرعة وياخد عينة ويحللها. فانا دايما ما بدخلش منتج عندي غير لما اكون انا واخد عينه ومحللها، ويكون الارض دي متكوده من قبل وزاره الزراعه والحجر الزراعي ومتحلله وعندي نتيجه وعارف متبقياتها وعارف اجراءاتها ايه. اي حاجة تانية انا بعالجها في المحطه. انا بفهم حاجه مع المزارع النهارده، السعر احنا اخبار سعرنا ايه بالنسبه للمزارع؟ السعر ده مش انا اللي بحدده، ده سعر سوق. تمام. ده سعر سوق زي اليات سوق، عرض وطلب. لو المنتج كتير والتصدير قليل بيبقى السعر عند مستوى معين، لو حصل فيه طلب اكتر والمنتج، اصل احنا بنشتغل مع منتج زراعي ممكن الفدان البرتقالي في السنه يجيب 12 طن وممكن يجيب 20 طن، فاكيد لما المنتج بيكون زياده ده بيأثر سلبي على السعر، المنتج اقل بيكون بيأثر اعلى على السعر. فالموضوع عرض وطلب، زي اليات العرض والطلب هي اللي بتتحكم مش انا اللي بحددها. ولكن لو حضرتك سالت محطه شغاله في الزراعي وسالت محطه شغاله في مدينه السادات ومحطه شغاله في النوبريه، هتلاقينا كلنا بنشتغل بسعر واحد. المزارع في الاخر عارف كويس خالص، وانا من مصلحتي ان المزارع يكسب عشان يقدر يشتغل، ودايما يكون الخط الفاصل ما بين مكسب المزارع والمصدر ده نقطه التوازن بتحصل هنا. لو المزارع حب يغلى السعر على المصدر لدرجه المصدر يخسر اكيد هيحصل عدم توافق، والعكس صحيح، لو المصدر حب يستغل المزارع اكيد العمليه مش هتتم. تمام. قبل اللقاء كنا بنتكلم النهارده عن الخامات، المطهرات، التشميع، الكرتونه اللي احنا بنعبي فيها، احنا اخبارنا ايه بقى؟ لا للأسف الحاجات دي حصل فيها ارتفاع غير طبيعي في الأسعار. أنا تقريبا الكرتونة كل الخامات زادت 100% تقريبا. الشموع والمطيرات طبعا اتأثرت بسعر العملة لأن كلها مستوردة، احنا بنستورد كل خاماتنا وكيماوياتنا من أسبانيا، فطبعا اتأثرت بسعر العملة اللي بقى الضعف. الكرتونة حتى سواء لأن برضو الكرتونة مدخلاتها معظمها مستوردة اتأثرت، فأنا عندي سعر الكرتونة زاد 100%، سعر الشموع والمطيرات زاد 100%، ومش عارفين احنا ممكن نوصل ليه على آخر السنة بصراحة. ازاي النهاردة احنا بنوازي بين سعر التكلفة النهاردة وسعر المنتج اللي بيتم تصديره؟ والله الموازنة صعبة جدا، لأن أنت عندك هنا ظروف داخلية وسعر العملة والتضخم اللي حصل، دي ظروف داخلية. للأسف أنت مدخلاتك في دولة وإيرادك من دولة تانية، السوق بره محكوم بأسعار عالمية. أنا مهما كان أنا التكلفة عندي هنا ملهاش حدود في الزيادة، ولكن سعر البيع بره له حدود. أنا كرتونة البرتقال لو وصلت $10 لحد $10 $11 ممكن أقدر ألاقي سوق أبيعها له، انما لو وصلت اكتر من كده ما اعرفش ابيعها. فالتوازن ده لغايه دلوقتي صعب جدا، وهيجي على هامش الربح بتاع المصدر. انا شايف هنا في المحطه عندك عماله كتيره، اشرح لنا بقى العماله اللي هنا، الموظفين. العماله اللي عندي، انا عندي هنا متوسط 200 عامل في موسم الموالح، 200 عامل في موسم البرتقال. العدد بنتكلم على 200 اسره. بنتكلم على 200 اسره، على 200 اسره، واحنا حوالي 110 محطه برتقال في مصر. في محطات عندها عماله اكتر مني وفي محطات عندها اقل، بس متوسط 200 عامل في كل محطه. تمام. حضرتك لو احنا بنتكلم على العماله، العماله مش بس في المحطات، ما مصر مزروعه فيها فوق ال 2 مليون فدان برتقال، دول عايش عليهم كام اسره. العربيات اللي بتنقل البرتقال، بص صناعه البرتقال والموالح في مصر دي صناعه كبيره جدا واقتصاد كبير جدا. طب احنا عشان نزود صادراتنا النهارده احنا محتاجين ايه الفتره اللي جايه؟ احنا محتاجين دعم في المدخلات بتاعتنا، يعني الكرتونه ما ينفعش تزيد 100% في سنه، شموع المطيرات ما ينفعش تزيد 300% في سنه. احنا محتاجين دعم في مدخلاتنا، محتاجين نحل مشكله الشحن. احنا تقريبا فوق 35% من حصيلتنا بندفعها بالعمله لخطوط ملاحيه اجنبيه. يعني انا لو انا ببيع بمليون دولار برتقال، منهم $350,000 بدفعهم لشركات ملاحه اجنبيه، فيعتبر دي عمله صعبه بتخش البلد وما بتخشش. فمحتاجين خط ملاحي مصري، محتاجين يبقى عندنا ادواتنا المحليه اللي توفر العمله اللي انا بدفعها. انا بستورد كرتون وخامات كرتون، ما عنديش صناعه كرتون، انا بستورد العلب البلاستيك في العنب بستوردها من بره. في حاجات كتير احنا نقدر نعملها نوفر بيها العمله الصعبه، لان يعني العمله اللي بتخش بقول لحضرتك تقريبا 30% بيخرج من الابواب الخلفيه قصاد الخامات المستورده. وبعدين حضرتك المفروض ان المنتج الزراعي تكون مدخلاته 100% محليه، المفروض، لان انا عندي ارض وعندي ميه وعندي نهوض في الزراعه ما هوش عند اي دوله ثانيه، ولكن بيبقى الشحن ومواد التعبئه والتغليف دي الباب الخلفي لخروج العمله. النهارده لو هنتكلم عن علاقتنا مع وزاره الزراعه، نبداها مع المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات. تمام. بيسهل لكم الاجراءات؟ لا، الفتره الاخيره الحمد لله الاجراءات كويسه وجوده التحليل بتطلع دقيقه جدا والتوقيت كويس. تمام. الحمد لله الفتره بقى الوقت الاخير احسن كتير من قبل كده. تمام. بالنسبه للحجر الزراعي بقى؟ لا، الحجر الزراعي بصراحة آخر سنتين فوق الممتاز يعني، وسلامة الغذاء الناس فوق الممتازين.
وكانوا طول عمرهم كده مش اخر سنتين بس، بس الحمد لله التعاون بقى اكتر الحمد لله. رسالتك بقى للمصدرين اصحاب المحطات اصحاب المزارع. والله ان احنا لازم نجتهد اكتر ونشتغل كلنا ايد واحده علشان احنا نزود فعلا حصيله العمله الاجنبيه للبلد عشان نقدر نسند الاقتصاد بتاعنا. يعتبر الحجر الزراعي المصري هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن صادراتنا من المنتجات الزراعية للخارج، والمنتجات المعدة للتصدير بيتم فحصها بشكل جيد لا تقبل أي ملاحظات لحماية صادرات مصر الزراعية خاصة الخضر والفاكهة، وبيشهد موسم التصدير الحالي ارتفاع في الصادرات المصرية. كمان زيادة صادرات مصر الزراعية من خلال تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير حتى وصولها إلى المستهلك. كمان الحجر الزراعي المصري النهاردة بيقود منظومة متكاملة في تطبيق جميع الاشتراطات وضوابط التصدير لجميع شحنات الخضر والفاكهة. المهندسة سارة سلام مفتش الحجر الزراعي، اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. احنا دلوقتي متواجدين في محطة لفرز وتعبئة الفاكهة والخضر. احنا شغلنا ازاي بيتم بقى؟ الشغل بيبدأ بالحجر الزراعي بيبدأ من المزرعة خالص، اول بنستلم الاوراق وبنتأكد ان المزرعة مطابقة للمواصفات عن طريق الثمار، ان احنا بننزل اشراف على الثمار وبننزل مرة او مرتين او ثلاثة على حسب اشتراطات الدولة، وبكون متابعة للموسم طول الموسم للثمار الناتجة وان هي ازاي تطلع بالانتاج الامثل للعميل وازاي تبقى خالية من الافات والحشرات واي امراض نباتية عشان نحرص على جودتها للعميل. وبعد كده بيتم استلام الخام الناتج من المزرعة المقودة بواسطة الحجر الزراعي جوه المحطة، وبنتأكد على مطابقة اشتراطات الدول المستوردة لينا في المحطة بالنسبة للخام. تمام. بالنسبة بقى للمحطة نفسها احنا بنتابع ازاي بقى الشغل فيها بقى؟ احنا اول حاجة بنتابع الخام من بره من ساعة ما يدخل المحطة، وعلى جميع الشغل هنا على جميع السير وجميع الفرزة كلها بنتابع كل فرزة هل هي كويسة ولا محتاجة اضافة. وبعد كده بنتابع على الكراتين المعدة للتصدير، بنتأكد من خلوها من اي امراض واي افات واي اصابات حشرية. وبعد كده طبق المواصفات، بنطبق شوية من مواصفات الجودة بالنسبة لاشتراطات الدول المستوردة مننا، كل دولة ليها اشتراطات. تمام. احنا بننسق ازاي النهاردة مع لجنة سلامة الغذاء هنا في المحطة؟ لا، هو لجنة سلامة الغذاء بتراقب على الجودة بس، احنا دورنا بنراقب على الافات الحجرية والامراض النباتية، والجودة بناخد جزء من الجودة في الاعتبار، لكن هما بينزلوا يراقبوا شغلهم وبيسحبوا العينات الخاصة بتحليل المتبقيات بتاعهم. تمام. احنا بنحلل المتبقيات وبنتأكد ان المزرعة خالية من المتبقيات المبيدات من قبل ما يجي الخام هنا للمحطة.